الو الو عزوز، السلام عليكم. هلا وغلا، عليكم السلام. يا مرحبا. تراي فرحت لك، اقسم بالله دي فرحان لك. الله يسعدك يا عزوز. قول يا معيتي موت دهر. انك بتنام بالكوف. مين انت؟ مين انت؟ الشيخ ابراهيم. ابراهيم مين؟ ترى الى الان مكرر. ابراهيم النقيب. اوف، يعني مصر. انا اعطيتك فرصه انك تغير. طيب ما مشكلة يا شيخ. السؤال يقول، السؤال سهل، وإذا ما تبغى تجاوب بكيفك بكيفك. أنا فايز، عندي 30,000 طن من السمك. مرض الشيزو فرينيا. وشو؟ عارف والله، لو عندك شاشة هتخدمني يا عزوز. عندي شاشة. شوف، الشيزو فرينيا، الشيزو فرينيا، هل هو الخوف الشديد أو انفصام الشخصية أو التردد الدائم؟ مرض الشيزوفرينيا، هو الخوف الشديد، انفصام الشخصية، التردد الدائم. أتمنى أنك تجاوب عشان تدخل السحب. أي شيء. 4 3 2. لا يا شيخ، ما صدق. والله عزوز، لان انت تبغاني انام في البرد، فانت ما دخلت في السحب. تعادل. خلاص انتهى الوقت يا عبد العزيز. الله يسعدك يا عزوز. معيدي ناخذ هاشتاج الله.